بابا اليوم المساء طالع انا وامك نتعشى مع مجموعه من الاصدقاء، فما راح اقدر ارجع واخذك من المعهد. اي مو مشكله، باخذ تاكسي او ميكرو. حاولي ما تتاخر. مش انا امتى بالعاده بتاخر؟ يعني بابا ما فيك تقول انه بتعطوني الثقه وبعدين انت وماما بتشكوا امتى بدي ارجع على البيت. من باب الحرص بابا. اي خلص لا تخاف، رح ارجع على البيت مثل ما بتكونوا فيه. الله معك. تعال كيفك؟ ليه واقفة هون؟ مالك فايتة على الدرس؟ لا ما بدي فوت. شو بك؟ اتخانقت مع أهلي وتركت البيت. ايه بس هدول اهلك، يعني ما بصير تكون هيك ردة فعلك. وانت شو عرفك كيف لازم تكون ردة فعلي؟ حبيبتي انت ابوكي مهندس معماري معروف وامك دكتورة، بتعاملوا معك بمحبة بود باحترام، ما بيمدوا ايدهم عليكي. بتفيقي كل يوم الصبح على صوت فيروز مو على صوت ابوكي هو عم يصرخ. ايه بس رغم هيك يعني ما لازم تكون هيك ردة فعلك، هيك رح تكبري المشكلة ما رح تحليها. شو الحل برأيك؟ يعني حاولي عدي انت وابوكي قولي له هاي المشاكل والا ما توصلوا لحل سوا. لك ما عم تفهمي علي، ما عم تفهمي علي، هذا الشيء بيصير مع ابوكي المثقف المتعلم الفهمان مو مع ابي. حبيبتي نحن لساتنا على العقليه القديمه، يعني حرملك وسرملك وولاده البنت بتجيب العار والصبي هو الاثبات الحقيقي للفحوله الذكريه. عم تفهمي؟ طيب وين رح تروحي هلا؟ عم فكر انزل على بيروت لعند سما. سما جابر؟ مفكرة انه رح تستقبلك يعني؟ حكيتها وقالت لي انه هي رايحة تحضر حفلة وفيني اروح احضرها معها. ايه بس سما مزاجية كتير. إذا بدك تعي عدي عندي، عدي كم يوم أهلي ما بيقولوا شيء. معلي أنا حابة غير جو. يلا بلكي طلعت بيروت بتخليني غير نفسيتي. بس المشكلة انه مو ضالين معي مصاري. طب انا بشوف شو معي، يعني ما بعرف اذا بكفوا بيطلعوا. بس شو دوار شمالي؟ لا جنوبي. بدو هيك على القليلة بيطلعوا من الشغل. امشي معي على الرجال. يلا امشي. ان شاء الله تلاقي لنا شيء بالحلال يطلع لي فيهم. بتلاقي بتلاقي. بس يا بابا انا ما بدي اتجوز هلا. الزواج سترة يا بابا يا شهد، والشاب المتقدم دين ودنيا وعيلة. بس انا بحب الدراسة يا بابا وحاسة انه لسه بكير. لك مو دائما العريس المنيح بيجي، بعدين الشاب ما عنده مانع تكملي دراستك وانتي على زمته. انا ما بدي اتجوز. يوم كان من الايام يلي حسيت فيه اني عن جد محظوظة، ومن الايام يلي اكتشفت فيها شغلات حلوة بحياتي، اهمها انه مساحة الحرية يلي عطوني اياها اهلي عم تساعدني شوي، عم تساعدني اتصالح مع حالي ومع احلامي يلي لسه ما حققتها، ومع اخطائي يلي بستحي احكي فيها. حسيت اليوم انه وضعي احسن بكتير من تالا اللي عم تهرب من ذنب اختها اللي حاملته جواتها. واحسن من بنت جيراننا شهد، مع انه ما بعرف شو وضعها بالتفصيل. بس أنا اللي دائما كنت حس إنه هامش الخجل اللي أحيانا بيمنعني أعمل شغلات كتير بدي ساويها عم يأثر على شخصيتي ويأسرها، اليوم حاسسته إنه هو شي كتير سخيف وممكن أتجاوزه مع الوقت بسهولة. اليوم كمان قررت إني أحكي مع شهد، حتى لو ما كنا حاكيين مع بعض يمكن ترتاح لي وتحكي لي عن مشكلتها، يمكن ما عندها أصلاً حدا تحكي له، ويمكن صير أنا هذا الحدا.